هي طبعا بكل تأكيد كانت فرحة عربية كبيرة جدا بتأهل المغرب لدور 16 في بطولة كأس العالم، كمان خروج مفاجئ الحقيقة لبلجيكا المصنف الثاني عالميا. المفاجأة اللي حققتها اليابان أيضا بالفوز على إسبانيا 2-1، اتصدرت مجموعتها والنتيجة دي كانت سبب مباشر في خروج ألمانيا رغم الفوز على كوستاريكا 4-2. خلينا نتكلم بتفاصيل أكتر عن مباريات الأمس والمباريات النهاردة كمان في ختام الجولة الأخيرة لدور المجموعات، ومباريات قوية للمنتخبات الأفريقية مع ضيفنا مصطفى صابر الناقد الرياضي اللي منورنا. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الخير عليك يا محمد. صباح الخير عليك يا شومان. مبسوط إن أنا معاكم النهاردة. يا أهلا بيك. مصطفى، نبدأ طبعا بمباراة المغرب. المدير الفني للمغرب وليد ركراكي كان قبل المباراة كان ليه تصريح مهم جدا، قال إحنا مش هنلعب على التعادل لأن إحنا بنلعب فريق مش باقي على حاجة، ما عندوش حاجة يخسرها. فهل ده كان الدافع وراء أداء المغرب امبارح؟ الحقيقه في عده نقط كتير، بس اهمها ان وليد الركراكي عرف يجمع عناصر المنتخب المغربي كويس جدا. شفنا قبل البطوله كان وخليلوفيتش كان مستبعد حكيم زياش اللي هو نجم المنتخب حاليا، عرف يرجعه تاني ويلعبه تاني في مع المنتخب المغربي. ده اثبت ان حكيم زياش عنده امكانيات كبيره جدا وقدر يخليه نجم المنتخب حاليا. المنتخب كنا الاول بنشوف في مثلا مشاكل جوه الفريق وفي غرفة الملابس، حاليا لا، دلوقتي في اي هدف بنلاقي الفريق كله بيحتفل، كل الناس بتحب بعض، ما فيش نجوم متضايقه ان هم قاعدين على الدكه بره، عارف يتعامل مع ده كويس. حاليا بنشوف المنتخب المغربي بيبقى افضل نسخه ليه من سنين كتير. طيب يعني لو هنتكلم بقى عن المنتخبات العربيه، يعني خلينا نقول ان كل لو هنتكلم عن المنتخبات الاوروبيه اعتقد ليها سيكولوجيه معينه، العربيه ليها سيكولوجيه، الافريقيه وهكذا. لو هنتكلم عن المنتخبات العربية، هل المنتخبات العربية بتبقى محتاجة مدير فني يعرف يتعامل معاهم أكتر سيكولوجيا يعني نفسيا، زي مثلا عشان يبقى قادر يفهمهم حتى يبقى منتخب مدير فني من نفس مثلا الجنسية أو زي مثلا ما شفنا مع وليد ركراكي، هل ده فرق؟ طبيعي ان لازم يكون لما المدرب يكون في مدرب وطني مع المنتخب ده بيفرق في التعامل ما بين، بتحتاجش المدرب بتوصل الرساله زي ما هي، ما بتحتاجش ان في مترجم يوصل، اكيد صوتك انت مش زي صوت المترجم بالنسبه يوصل للاعيبه ازاي، بس احنا برضو مش هنخلي ده سبب رئيسي. عندنا هيرفي رينارد مع السعوديه قدر يكسب الارجنتين اللي هو واحد من اقوى المنتخبات في تاريخ كاس العالم، بس دي مش نقطه وحيده، احنا برضو سقف طموحاتنا قليل شويه. يعني ممكن منتخب السعوديه لما كسب الارجنتين تقريبا حقق التارجت بتاعه خلاص في كاس العالم، فده كان سبب كبير ان هم ما يقدروش يكسبوا الماتشين اللي بعد كده، كان ماتشهم سيء جدا قدام بولندا والمكسيك، يمكن الاصابات اثرت شويه، بس فنيا برضو قالوا بدنيا قالوا هو زي ما تقولي فعلا الطموح جاب اخره فعلا. برضو اعتقد ليها يعني مش عارفه اتفق معايا ولا لا، بس احيانا برضو بيكون ليها بعد نفسي، فكره يعني برضو مثلا لو هنشوف عن اللعيبه مثلا الاوروبيين لما بيكسبوا بيبقى حافز بالنسبه لهم هم يكملوا اكتر، احنا بالنسبه لنا بنريح زي لا ده حقيقي فعلا. يعني انا برضو دي بترجع لعنصر الخبره، الناس دي خبره في كاس العالم على طول بيصعدوا، مش محتاجين مجهود زي ما احنا بنعمل. احنا بالنسبه لنا اصلا الصعود لكاس العالم ده حلم كبير، صحيح ده ما بنعرفش نعمله اصلا. هي الفكره كلها ينقص المنتخبات العربيه الخبره والحنكه في كاس العالم، احنا نادرا لما بنلاقي منتخب يعدي دور ال 16 في كاس العالم. هل ينتهي الحلم عند كده؟ هل في مثلا سقف الطموح بيعلى بعد ما بتكسب؟ ده في اوروبا بيحصل، ان انا مثلا بعد ما اكسب ماتش والتاني بيديني حافز ان انا اكمل لبعد كده لنهايه البطوله. المنتخبات العربيه بصراحه بشوف ان الاداء المشرف بالنسبه له هو الطموح. لا ده مش صح خالص. يعني انا مثلا يعني بان احنا هنخلينا نركز مع المغرب حاليا، اتمنى ان وليد الركراكي يلعب عليهم فن يعني نفسيا قبل فنيا، يأهلهم ان هم خلاص هم فعلا اول المجموعه، هم حاليا متصدرين على منتخبات قويه، هيقابلوا منتخب اسبانيا هم مش احسن مني 11 لاعب قدام 11 لاعب. على فكره بالمناسبه منتخب المغرب عنده عناصر ما تقلش حاجه عن منتخب اسبانيا، عندهم ناس محترفه في اشبيليه في بايرن ميونخ بيلعبوا في باريس سان جيرمان وكلهم اساسيين مع فرقهم ومؤثرين جدا. طيب انا عايز اتكلم معاك عن نقطه مهمه جدا، انه واحنا بنكمل كلامنا طبعا عن وليد الركراكي لانه عامل حاله كده في المنتخب المغربي، على الرغم ان اتحاد الكره المغربي كان معترض على ان يكون في مدير فني محلي خلفا لخليلوفيتش لان عندهم تجربه في 94 لما خرجوا من دور المجموعات بدون اي رصيد من النقاط، خسروا الثلاث مباريات، فكانوا عندهم اعتراض على المدرب المحلي او المدير الفني المحلي. سبب وجوده واستمراريته بهذا الشكل
كمان هو عامل حاله واحنا بنتكلم بقى في طريقه تعامله مع اللعيبه كمان واخد اهالي اللعيبه معاه كمان اعتقد دي حاجه بتدعم اللعيبه. احنا شفنا والده اشرف حكيمي بعد المباراه شفنا والد يوسف النصيري برده موجود فاعتقد ان الحاجات دي بتعمل حاله للعيبه او بتقدر تدخلهم جوه المود وبيكون في عارف ان في دعم معاه كمان في الملعب. ده حقيقي فعلا. كمان وليد الركراكي من الناس المجتهده جدا شاطره جدا كان مع الوداد برده حقق بطوله بالدوري ابطال افريقيا. هو مدرب بيشتغل على نفسه هو وحته النفسيه اللي قالتها جوانا دلوقتي هو فعلا ليه واخد اهل اللعيبه على فكره في اوروبا بيعملوا كده شفنا في ماتش انجلترا اللعيبه كلها واهليهم برضو بعد الماتش اللي كسبوه في الاول مع طلعوا احتفلوا مع اهليهم نفس اللي عمله هو معيشهم الاجواء بطبيعي انت مش هتطلع افضل ما عندك غير لو اهلك موجودين هم اللي بيشوفوك هم اللي بيحفزوك بعكس مثلا هم بعيد عنك بمسافه في بلد ثانيه طول ما هم في المدرجات انت هتحاول تعصر نفسك من الاخر عشان تطلع افضل ما عندك هو لعب على النفسيه دي بتاعتهم فعلا ده مخليه يطلع اقصى ما عندهم. طيب قبل ما يعني نسيب بقى مباراه المغرب بس طبعا احنا يعني ده فخر بالنسبه لنا كلنا طبعا كعرب زي ما احنا كنا بنتكلم فاحنا يعني بنحاول ان احنا نتكلم الحقيقه عن المباراه دي ان هي مش مجرد مباراه احنا عايزين يبقى في محاكاه للمباراه دي للمباريات دي والاداء المغرب الحقيقه لانه فعلا هايل مش فكره حظ خدمهم او لا كان في اداء جيد جدا دي الحقيقه واحنا بنتكلم كمان ان هي المغرب تتاهل في مجموعه صعبه يعني مجموعه فيها كرواتيا وبلجيكا ف يعني مش حاجه سهله الاثنين من افضل 10 منتخبات بالزبط. في العالم ومتصنفين وكل شهر ما بيعديش افضل 10 ورغم كده المغرب بتتفوق عليهم ده اللي نرجع نقول ان انا المغرب عندها عناصر دي يرجع للمحترفين انا نفسي يكون في منتخب مصر اكتر من محترف انا اتمنى ده يعني حاليا برضو السنغال من الناس اللي اتاهلت عندهم كلهم محترفين بلا استثناء عندهم محمد قدوس لاعب هايل جدا ده في غانا انا اسف السنغال برضو عندها عناصر كويسه جدا تقدر تنافس برضو في دور 16 قدام انجلترا ووصلت السنغال السنغال وصلت عندهم مدير فني محلي اليو سيسي النهارده غانا ان شاء الله برضو تتاهل وتشارك انا بسال في النقطه دي ليه يعني هل احنا في مصر بنقدر نعمل حاجه زي دي مدير فني محلي هو حصل مع كابتن حسام البدري ومع كابتن ايهاب جلال بس التجربتين ونشوف نتائج احنا عايشين لحد دلوقتي عايزين نقول حاجه حصلت طبعا احنا عايشين لحد دلوقتي على كابتن حسن شحاته نعم حاجه تجيب نتائج يعني انا معاك ان احنا طبعا عايشين على الماضي لكن انا بتكلم في الفتره الحاليه بقى محتاجين هل احنا نقدر نعمل هذه التجربه ان يكون مدير فني وطني مصري يقدر يعمل تجربه زي بتاعه اليو سي سي او زي ما كنا بنتكلم دلوقتي عن الركراجي هو دي بترجع برضو يعني الركراكي على فكره ما كانش هيكمل يعني برضو زي ما حضرتك قلت في الاول كان عليه انتقادات كتير من الاتحاد المغربي هي الفكره كلها ان هو اثبت نفسه ازاي على فكره الكابتن حسن شحاته كان جاي مؤقت قبل امم افريقيا وبرضو كان هيجيبه مدير فني اجنبي بس اثبت نفسه في الودي فبعد كده في الماتشات الرسميه فكمل فان الصدفه الحمد لله اثبتت ان الكابتن حسن شحاته كفاءه بالمنصب ده وكمل وحمل لنا الانجازات في افريقيا الفكره ان حاليا ما فيش مدير فني وطني هل عنده الخبرات او الاستعداد ان هو يهيئ نفسه ان هو يفيد منتخب مصر حاليا الكوره بقت حديثه زمان ايام الكابتن حسن شحاته كانت الكوره كلاسيكيه شويه 3 5 2 سهله وبسيطه دلوقتي الكوره بقت محتاجه تطور جدا فانا اتحفز ان يكون في ناهل اصلا مدربين شباب من دلوقتي في الدوري على فكره في اسامي كتير في الدوري شباب مؤهلين لده بس هي الفكره كلها ويطلعوا يدرسوا جدا مش عيب ولا اي حاجه ده كل في العالم كله بيتعلم ويتطوروا يعني وليد الركراكي اكيد ما بقاش بالصدفه بقى كده هو اشتغل على نفسه عمل اشتغل بره ولعب هنا واشتغل على منتخب على فرق قويه في المغرب زي الوداد لا عارف يأهل نفسه للمنتخب ان هو بعد كده يقدم نتائج طيبه مع المنتخب الوطني. طب احنا بنتكلم عن نسخه استثنائيه. يعني ما اعتقدش انه في نسخه قبل كده عدت احنا قاعدين في زي ما بنقول في الاكسايتمنت او فكره ان احنا متحمسين وكل شويه النتيجه بتتغير مع كل جون النتيجه بتتغير احنا قاعدين بنعمل حسبة بيرما في الماتشات. بس عايزه اسالك على فكره انه بلجيكا هل مثلا كنت تتوقع انه بلجيكا تخرج وانه كرواتيا تصعد تاني يعني كنت متوقع ده من اول ماتش بانت يعني ليه بقى وبالذات من ودياتنا معاهم وديه منتخب مصر اثبتت ان احنا انت متخيله احنا كمنتخب مصر في فرق برضو فوارق عناصر فرديه وجماعيه بيننا وبينهم بس هي الفكره كلها كانوا بطاقة جدا في اتفاق انا لعبت عليهم تريزيجيه ما شاء الله راح بانفراد من نص الملعب وقدر ياخد اللاعب في ظهره المغرب
عملت نفس الكلام، لعبت برضو على بطء الدفاع بتاعهم. يعني المغرب هي اللي استفادت من تجربتهم مع مصر، مش هم اللي استفادوا من تجربتهم. الفكره كلها ان بلجيكا فعلا كانت دي بروين بالمناسبه صرح بده، قال احنا كانت فرصتنا في 2018 في كاس العالم اللي فات كانت اعمارنا اقل شويه وكان عندنا الحافز لده. هو تصريح غير موفق بعد المباراه الاولى، عشان انت كده بتقلل بتهبط باقي التيم، وده صحيح. ده حقيقي، انت المفروض تعلي من طموحهم. بس بعد كده ده اثر. انا اصلي يعني في كمان كلام ان في مشاكل ما بين اللعيبه في اوضه اللبس ما بينهم، ولوكاكو حاول يتدخل لحل دي مشكله ما بينهم شخصيه وما بيتكلموش بعض اصلا، والاثنين يعتبر كباتن فرقه، فده اكيد ياثر عليهم. طيب هل كمان حاجه من ضمن الحاجات اللي اثرت على اللعيبه ان كاس العالم كان دايما بيتلعب في نهايه السيزون، دلوقتي بيتلعب في بدايه السيزون، هل ده مؤثر على اللعيبه؟ بصراحه ده حقيقي، يعني في وسط السيزون ده بيعمل ضيق وقت بعيدا عن اي حاجه. المنتخبات كلها اصلا لو هناخد بالنا يا محمد بيلعبوا بالطريقه الكلاسيكيه القديمه جدا، بيلعبوا بالتشكيلات سهله، ممكن يلعبوا 3 4 3 4 4 2. هي الفكره كلها ان ما فيش وقت قبل كاس العالم ان انا اهيئ او اخلي اللعيبه بتاعتي تنسجم مع بعض، بعكس لو كان في بدايه قبل الموسم بعمل ماتش واثنين وثلاثه. هنلاقي مثلا كل المنتخبات لعبت ماتش او اثنين بالكثير جدا وما لحقتش اللعيبه يعني تحفظ بعضها، فبتلاقي مثلا مع منتخب البرازيل الهائل ده لا طريقته كلاسيكيه جدا، نيمار كان بيلعب رقم 10 صريح ولما اتصاب بقى بيلعب ممكن باكيتا بينزل للنقطه دي. بس انما انا شايف ان فعلا في وسط السيزون ده فارق فنيا كمان مع اللعيبه. من ضمن المفاجآت كمان اللي حصل بقى في مباراه المجموعه الخامسه، المانيا تخرج من كاس العالم، دي حاجه مش محدش متوقع. احنا بالنسبه لنا في كام منتخب كده احنا حافظين هم مكملين معانا للاخر، احنا عارفين ده حقيقي. منهم المانيا خرجت من المره يعني يمكن المره الثانيه التوالي، يعني بنتكلم في اليابان احنا بنتكلم في منتخب في العشرينات، متصنف في العشرينات تقريبا على العالم، والمانيا من اول 10 منتخبات في العالم. ازاي ده حصل؟ ده برضو يرجع ل انا مش هنقول مش هن يعني المانيا فكرت بعيد عن الكوره خالص قبل، دخلت في نفسها اللعيبه كمان، حتى لو اللعيبه بكابتن الفريق مانويل نوير دخل نفسه في حاجات ركزوا مع ركزوا على حاجات خارج الكوره خالص، بقى يطلعوا يدافعوا عنها في المؤتمرات الصحفيه. انت لاعب كوره المفروض تركز في الكوره بس، مالكش دعوه باللي بيحصل في الاتحادات او مشاكل التنظيم او الكلام ده كله. من قبل البطوله اصلا وهم مركزين مع حاجات خارج الكوره، وده مش صح. انت بتخرج عن تركيزك، انت ككابتن فرقه بتخرج التيم كله، لما يلاقوك انت مثلا مركز ده بيخرج التيم كله عن التركيز وعن الهدف الاساسي اللي انت جاي ليه اصلا، انك تلعب كاس العالم. انت منتخب كبير طبيعي ان انت تتاهل وتتاهل اول كمان، بس يعني مبسوط باللي هم وصلوا له يعني. طيب نروح لليابان، لان اليابان مفاجاه برضو في هذه البطوله، كسبت المانيا وكسبت اسبانيا ده حقيقي، وخسرت من كوستاريكا. هو غريب كوستاريكا هو اللي بوظ المجموعه وخلانا في الحسبه دي ان هو كسب اليابان. اليابان بعد ما كسب المانيا قلنا خلاص اليابان بنسبه كبيره هيتاهل، وبعد ما يكسب كوستاريكا ان كوستاريكا مقارنه بالمانيا ضعيفه جدا. صحيح. بس يحصل مفاجاه ان اليابان يعني. اليابان تخسر وايه ونلاقي بعد كده اليابان بتقدم ملحمه كبيره جدا في ماتش اسبانيا امبارح. بصراحه انا كنت مبهور جدا بسرعتهم، ومره تانية تطلع المانيا ده حقيقي. اسبانيا وطلعتها لا وبهدف مشبوه شويه اللي هو هو الهدف على فكره بالمناسبه صحيح، كامل الاستداره بتاعه الكوره هي قاعدتها بره بس استدارتها في الملعب، ده بيثبت ان الهدف صحيح. بس ده سرعات اليابان امبارح كانت رهيبه، يعني انا كنت مبسوط ان الالتحامات واحد على واحد في السرعه اليابان كانت بتتفوق. انريكي حاول يعالج ده بينزل اسينسيو وفران توريس في الاخر، بس ما لحقش ان هو يعالج هي دي الكوره. الكوره دي كان عليها شك كبير، يعني الكوره دي جوه. ما هي الكوره لازم يكون كامل استدارتها بره الخط، بزاويه الافقيه هتلاقي حضرتك ان في جزء بسيط حتى لو سنتي او نص سنتي تتحسب ان هي كوره جوه. دي زي شعر كريستيانو رونالدو كده ولا مالهاش علاقه؟ لا لا مالهاش علاقه. على فكره بيبقى في ذبذبات بتتبعت او اشارات ان الكوره خرجت او لا، بيدي للحكم اشاره، فطبيعي ما فيش اشاره حصلت واثبت ان هي افقيه موجوده في دايره موجوده. طيب خلينا نروح كمان لمباريات النهارده بقى، ايه توقعاتك؟ انا اتمنى ان غانا تعمل ماتش كبير قدام اوروغواي، خاصه ان في طار قديم من كاس العالم 2010 وكره سواريز اللي طلعها بايده، وحرامهم ان هم الاول منتخب افريقي يتاهلوا للنص النهائي. بصراحه انا اتمنى ان غانا تقدم ماتش كبير، برضو عندهم كم محترفين كبير جدا،
على فكره اوروجواي برضو مش احسن حاجه حاليا، عندهم جيل كبير زي سواريز وكافاني، الاثنين يعتبر عواجيز في الكوره برضو وما بيلعبوش بصفه اساسيه. اتمنى ان غانا بالعناصر الشابه والعناصر اللي انضمت جديد، بالمناسبه ضموا عناصر جديده كانوا المفروض يلعبوا في منتخبات تانية بس نجحوا ان هم يلعبوا الجنسيات، يعني مثلا محمد ساليسيو نجم ساوثهامبتون ده اول مره يلعب، طارق ليمبتي كان المفروض ناشئين تشيلسي ولعب بيلعب في برايتون برضه نجح ان هو يلعب في منتخب الغاني، دي كلها عناصر قويه تفرق معاهم كتير جدا النهارده ان شاء الله. طيب سريعا الكاميرون والبرازيل؟ اكيد مع البرازيل بصراحه فوارق كبيره، يعني الكاميرون فريق كويس وبالذات يعني بعد المشكله ما بين سونج والحارس اونانا ما كانتش حاجه موفقه جدا وبالذات قبل ماتش مهم، كان تصرف خاطئ من سونج ان هو يستبدله بالحارس البديل او يلعب هو حصل ما بينهم مشاده هو في عن طريقه اللعب في النهايه لازم انا كده كده لازم انصف المدرب، انا بحب اونانا جدا وشايف ان هو المنتخب اتاثر بيه بس في النهايه انا لازم اسمع كلام المدرب هو اللي كلامه صح. طبعا بنشكرك شكرا جزيلا، شكرا لك يا محمد، شكرا لك الرياضي مصطفى صابر، شكرا جزيلا لك، شكرا لك.